معايا طبعا محمد احمد ربيعه لاعب نادي سموحه ولاعب منتخب مصر على تليفون. محمد، كابتن محمد، مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن خالد، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، سلامي لكل الكباتن اللي موجوده. كابتن هشام حنفي، كابتن تامر عبد الحميد، وكابتن جمال غندور طبعا حكم الدوري الكبير. سلام اليوم كلهم حبيبي يا محمد، حبيبي كلهم كباتن الكبار. حبيبي كابتن محمد، كنت متوقع انضمامك للمنتخب؟ يعني هل كانت مفاجأة بالنسبة لك، ولا كان في تواصل من خلال كابتن حسام؟ لا بصراحة أنا كان نفسي فيها من زمان، بس ما كنتش متوقعها بصراحة، بس كانت مفاجأة، وكانت أحلى مفاجأة والله. يعني أنت ما عرفتش إن أنت موجود في المنتخب غير قبل التجمع بكذا يوم؟ لا قبل التجمع بيوم، يعني أنا عرفت دلوقتي، التجمع كان تاني يوم الصبح. ياه. أه والله. يعني مين اللي كلمك في التليفون؟ كان كابتن وليد. كابتن وليد النادي بدر. النادي تواصل معايا، وكابتن وليد بدر تواصل معايا. طب هسأل سؤال، انت كان فرحك تاني يوم؟ لا كان كاتب كتابي، كان فرح يوم 15/11 اللي هو يوم المباراة اللي هي الأولى. اللي هي كانت في الكاف، في اللي هي كانت في كاف فيردي، كان يوم جمعة. كان يوم جمعة. طب ايه صعب قوي ان انت كاتب كتابك بكرة وعروستك مستنياك وبتاع، يعني اديتها القرار ازاي؟ يعني كلمتها قلت لها ايه؟ لا والله القرار كان، الحوار كان مفاجأة، وكانت أحلى مفاجأة طبعا، بس يعني طبعا أي حد وأي لعيب كورة طبعا اتمنى الفرصه ديت، لان هي بتيجي في العمر مره، فاما تمسك فيها، واحنا طبعا كلنا كره وفاهمين الحوار ده، فهي بتيجي مره واحده. اما العروسه يعني ايوه العروسه، انت ليك اربعه تتجوزهم يعني، مش لا انت توديه في داهيه يا كابتن. لا 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 كده كابتن خالد، انت هتبوظ الجوازه من اولها. لا نسيبي ربنا خلوا لي يعني حد بيحب الكوره وفاهم في الكوره قوي، فكان سهل عليا الدنيا. حماك احمد، هو ايه بقى حماه؟ ايه بقى حماه؟ احمد حسن واخوه حسام حسن. لا والله العظيم. والله حماه اسمه احمد حسن واخوه اسمه حسام حسن وهو اسمه محمد ربيعه. محمد ربيعه. انت ربيعه دي انت سميت نفسك على اسم رامي؟ لا والله، هو شرف ليا طبعا ان انا متسمى على اسم الكابتن رامي، واي حد في اللعيبه اداره ممتاز وغير ممتاز كمان على دماغي، بس هو الحوار ده اتاخد بالشبه بس، وكان زمايلي هم اللي اطلقوا عليا الاسم ده. يعني ان انت شكلك شبهه. فقالوا لك انت ربيعه. فلما قالوا ربيعه قلت خلاص ماشي، ربيعه يعني ما تنسى منك. ربنا يخليك يا كابتن. وفرحك امتى بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله بقى نرجع بقى للكابتن احمد سامي ونادي سموحه ان شاء الله كده بقى، الكابتن احمد سامي بقى يدينا حاجه كويسه كده، بس هنشوف الوقت المناسب عشان احنا عندنا ماتشين في الدوري دلوقتي، ف قبل التوقف اللي هو بتاع 12 ده، فهشوف الكابتن احمد اللي هو شايفه طبعا هكون موجود معاه فيه. بابا كان كلمني في التليفون من يومين كده وقال لي ان انتوا عيله اهلاويه جامده جدا وبتاع، هل حلمك ان انت تروح النادي الاهلي يا ربيع؟ والله من بالنسبه اللي انا سمعت الحوار اللي كان مع الحاج، طبعا الحاج والحاج على دماغي طبعا، ودول الخير والبركه. اما بالنسبه لاي نادي في مصر، يعني النادي الاهلي الزمالك كلها انديه كبيره طبعا، وكلها لها اسمها ولها تاريخها. انا اللي ربنا كاتب لي الخير فيه اهم حاجه والتوفيق فيه، انا اتمنى ان ربنا هو اللي يختار لي ان شاء الله اختار. صحيح. فاهم حاجه ان المكان اللي انا اكون موجود فيه، بس هو انا دلوقتي نادي سموحه، فربنا يكتب الخير في نادي سموحه، والحمد لله كان وش خير عليا، وانا دلوقتي بحترم المكان اللي انا فيه، فانا دلوقتي بالنسبه لي رقم واحد هو نادي سموحه. طيب انا بقى هديك كده حاجه، واختلفت مع الكابتن جمال الغندور قبل الهوا، قلت له على فكره الجون اللي دخل المرمانة اما احمد ربيعه، محمد احمد ربيعه طلع في الهوا، اللعيب زقه، وطبعا الواحد ما بيبقى في الهوا بيبقى عامل زي الريشه، يعني ممكن اي زقه بتبعدك، فالكره فاول ولا مش فاول من وجهه نظرك؟ هي دي حقيقه، بس يمكن زمايلي والجهاز وكلنا يمكن حضرتكم ما تاخدوش بالكم منها، بس انتوا طبعا لعيبه كوره كبار وكلنا كنا بنتعلم منكم. الملعب الارضيه بتاعته ما كانتش كويسه، بيبان في التلفزيون ان هو كويسه والكلام ده، احنا بقى لنا فتره بنشكي منه، بس مش سبب يعني، بس يعني لما الكرة طبت
انا ما كانت طبه صغيره، فانا مقدره ان انا اخدها على على صدري. فلما عالت شويه فحبيت ان انا اعمل جامب عشان اجيبها كمان. فهو الواد يعني المهاجم كان زقني دفعني دفعه يعني ما مش عارف اقول فاول ولا لا، بس انا يعني ما بحبش اطلع ابرار يعني، بحب ان انا يعني لكن فيها دفع يعني. كان فيها دفع بس كان المفروض اتعامل احسن من كده، بس الحمد لله يعني. مبروك يا ربيعه، وان شاء الله ربنا يوفقك فيما هو قادم باذن الله. كابتن محمد حبيب. احمد ربيعه نجم حبيبي كابتن نادي سموحه وشكرا لاعب منتخب مصر الجديد.